تبعنا محضر كيف جبت المباشر من مدينة مراكش كيمشوا معنا المسيرة الاحتجاجية ديال الطلبة ديال الكلية وجامعة القضائية، لأنه طلبة ديال جميع الكليات القانون والآداب وكذلك العلوم كلهم كيحتجوا على قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بالولوج لمهنة ديال التعليم خاص يكون عندك 30 سنة. نحن معكم في الجبهة المباشرة من مدينة مراكش باش معنا المسيرة الأولى، وهذه الآن اللي وقفة الآن أمام كل أمام أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بمراكش. نجينا معكم في الجبهة المباشرة كنكتبو معنا بث مباشر من مدينة مراكش لحد الساعة، وقفات احتجاجية ضد قرار وزير التربية والتعليم. Thank you.
الشعارات، تحية ومعفرة.
معنا البث المباشر من مدينه مراكش في هذه اللحظه الجديده ديال الوقفه اللي اول مسيره اللي قاموا بها المرابط ديال الكليات اللي تابعه جامعه قضاء الرياض واحتجاج على قرار وزير التربيه والتعليم الكليات اللي كانوا كلهم سواء الطبيب ولا كليات القانون ولا العلوم اللي كيحتجوا اليوم ما داروا مسيرات اليوم وهذا الفن العديد حاولوا انهم في بث مباشر ان شاء الله.